للأسف هي كانت واقع تصفية الحسابات. كل الزملاء في مختلف البرامج اللي حاولوا ياخدوا بونط عند جمهور الأهلي مشوا في سكة عقوبة كبيرة وعقوبة غير سند وعقوبة ملهاش أساس والحكم ما ادالوش انذار. كل الكلام ده الجميل سمعناه تقريبا من كلهم، لكن ما أن صدرت قرار التخفيف اللي هو قرار صدر يعدل توصية، وده ألف باء إدارة. ما صدر في البداية كان توصية لجنة أو إدارة المسابقات، بعديها لجنة اللي اتبنى على خطأ، اللي اتبنى على خطأ، واللي مشي ورا ميدو هم سمعوا كلام ميدو، جابوا لجنة الحكام سألوها، وده كان رأي المهندس أحمد مجاهد. الناس كلها عايزة تعرف لماذا تم أو تمت عقوبة محمد الشناوي وتم التراجع عنها. الحالة دي يتم توصيفها، توصيفها طبقا للي موجود في لائحة العقوبات. الحكم قال ان هو توجه اليه اللاعب واتكلم معاه، قال له انا كابتن الفريق بسألك على الانذار، يعني انذار احد اللاعبين. فهو الحكم هنا سبته وتوجهت، يعني سابه وراح يمشي ناحيه الاوضه، فقال له يعني استنى كلمني، ومسكه من ايده، الحكم كده مسكه من ايده وجذبه من ايده. اللي قاله الحكم وصفت لجنه اداره المسابقات الحاله، تمام، ان ده سلوك غير رياضي تجاه الحكم او احد مساعديه، لا يستوجب من اول السنه من المنشور من لجنه المسابقات اللي كانت موجوده، كانت عامله منشور التعليمات لانها 4 مباريات. خلاص تمام. لجنه اداره المسابقات او لجنه المسابقات ارسلت القرار 4 مباريات و20,000، فهي بعتت الحالة على هذا الأساس. كان الناس برضو اللي بتقول الحالة ليه بسرعة، احنا تقريبا موجودين في الاتحاد بشكل يومي، الإدارات بينا فيها يوم الجمعة، تاني يوم في اليوم التاني احنا كان عندنا المفترض ان احنا عندنا اجتماع، فسألنا لجنة الحكام، سألناهم سؤال مباشر، هو اللاعب لما حط ايده على الحكم بيكلمه بعد المباراة دي كانت تستوجب انه يكتب، ولا انه كان يديله العقوبة الإدارية الانضباطية؟ الاثنين اجمعوا، الاول الكابتن ويك بحكم ان هو رئيس اللجنة قال هو الطبيعي انه كان يديله الانذار، والانذار هو اللاعب عنده انذار اول، فده في الحالة دي كان هيتحول الامر للطرد لسبب انذاره، ودي بتستوجب في اللائحة مباراة واحدة. هما ازاي تم اتخاذه ان هو يعني سلوك غير او سلوك مشين؟ ده اداره المسابقات، اداره المسابقات مش سلوك مشين، سلوك غير رياضي. سلوك غير رياضي. وعلى فكره سلوك غير رياضي ده في القانون اللي هو الان سبورتنج بيهيفير، ملعب انذار، يعني واحد دخل على زميله بعنف او دخله جامده او. طب ليه تسرعتوا باتخاذ القرار 4 ماتشات؟ ما حدش اتسرع، بس من غير ما نتشطر على بعض. تسرع في اتخاذ القرار، انا بقول لك اداره المسابقات بتمشي على طول طبقا للي عندها، طبقا للي عندها. اللجنه الوحيده اللي طول عمرها بتمشي جواباتها ثم تعرض المحاضر هي المسابقات فقط. تمام. المسابقات مشت من وجهه نظرها الاتحاد انها شافت حاجه مكتوبه وصفتها طبقا للي موجود. طيب باقي الكلام اللي بقوله لك ده، يعني كل اللي فات انا كنت اتمنى مش هو ده المهم. اهم حاجه لما قال لك كان ممكن نكابر وما رضيناش نكابر لاني مرتبط بحاجه اهم. طيب خش بقى في يا ريت دي تكون وضحت تماما.